علاش نوهت بالحلقه ديال مريم امجون؟ لان فعلا كانت حلقه متميزه، حلقه اللي من خلالها حفزنا بزاف ديال 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 الناس على القراءه اللي كنفتقدوها، لانه في البرنامج قلت بانه المعضله اللي كنعيشوا في المغرب انه كاين معدل ديال القراءه هو 6 ديال الدقائق الفرد الواحد في العام، وهذه مشكل كبير. ففي هذيك الحلقه كان بالنسبه لي فخر للبرنامج ان مريم امجون دوز عندي، وما كانش الهدف هو تحقيق نسب مشاهده، مع العلم ان البرنامج تفاجات من بعد انه حقق اكبر نسبة مشاهدة، 7,800,000 سي الحمد لله. ما كانش كنتسنى، بالعكس كنت نقول الناس ما كيعرفوهاش، غادي واحد الوقت غادي يزابيو، ولكن لاحظت بان الجمهور المغربي تبارك الله الان ولا متعطش لانه يشوف ضيوف المستوى، ضيوف اللي كيقدموا شيء جديد لهذا. والناس اللي يعني الحمد لله كانت حلقه متميزه اللي صراحه كنفتخر بها.